دايما الاطفال بيجي في هيربس فموي، فبيجي في البق عباره عن قرح، والقرح دي بتبقى في الشفه وساعات بتبقى في اللثه، وممكن كمان تيجي في الزور من جوه وعلى اللوز من جوه. فالام بقى لما تبص تقول لك بس في قرح جوه، يبقى غالبا ده صديد، نبدا ندي بقى مضاد حيوي، تلاقي الولد باظ والدنيا باظت معاه، وتلاقي الولد يعني في حاله صعبه جدا. بس لما الهربس ده يا دكتور بيجي للطفل بتبقى اعراضه ايه غير اول القرح؟ حاجه اول حاجه بيبدا كدور برد عادي، الولد بيبقى عنده رشح، سخونيه، دور برد عادي، حراره بترتفع. أوكي. وبعد كده تبدا الرياله تنزل من بق الطفل، تبدا الحراره تزيد، تبدا الالم، يبدا الالم يزيد، ويبدا الولد عمال يعيط، والام مش عارفه الولد بيعيط ليه، والولد يبقى يعني مش طبيعي ابدا في تصرفاته، وعمال يعيط وعمال يصرخ. ساعتها الام بتفكر ان هو اكيد ده جاي له دور لوز عادي، تبدا تديله مضاد حيوي، وتبدا مشاكل الطفل تزيد وبس. يعني فده اكتر يعني حاجه، اعراضها زي البرد الطبيعي لكن بس بعد كده تبدا هيظهر قرح. بس هو ده مرض فيروسي، علاجه ابدا مش بالمضادات الحيويه، علاجه بحاجه اسمها مضادات الفيروسات، حاجات زي ماده زي اسمها الاسايكلوفير، ودي بتتاخد لمده 10 ايام. التحسن بيبان في خلال يومين ثلاثه. علاج الهربس دايما عباره عن بخاخات بتقلل الالم، وبعد كده مضاد للفيروسات، ودي من اكتر الامراض المنتشره.